في فيديو النهاردة هنشوف أول الأهداف التي أحرزها اللاعبين بعد انتقالهم لفريقهم الجديد، لكن قبل ما نبدأ الفيديو الرجاء دعمونا بلايك واشتراك في القناة ورأيك في تعليق. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هدف معانا من إيدن هازارد لما راح من تشيلسي ريال مدريد، جاب أول هدف في غرناطة. وده إيميري تشان، أول هدف ليه مع بروسيا دورتموند بعد ما انتقل من الأرسنال، أو لأ انتقل من اليوفي. فرانك ديانج مع برشلونة طبعا. وده أشلي يانج، أول هدف ليه مع الإنتر بعد ما راح من مانشستر يونايتد للانتر، هدف لكن في لاتسيو. ده ابراموفيتش، اول هدف ليه مع ده ديفيد لويز، هدفه مع الارسنال في بورموس. ده ايكاردي لما انتقل من الانتر لباريس سان جيرمان، وده اول هدف ليه مع باريس سان جيرمان في جلطة سراي في دوري الابطال. وده وين روني، ده في دوري الدرجة الثانية، ده في ديربي كانت. ده تشاشريتو، اول هدف ليه مع شبليه، لف لفة طويلة تشارتشريت من ريال مدريد مانشستر يونايتد. وده نودومبلي لاعب توتنهام، أول هدف ليه من تسديدة صاروخ. وده هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد، وده باتيك لاعب هرتا برلين، وده مختاريان لما راح من الارسنال لروما، وده اول هدف ليه مع روما. فيليب كوتينيو مع بايرن ميونخ، اول هدف ليه من ضربة جزاء. ده هوملز لاعب دورتموند لما انتقل من البايرن. ده ريبيري، أول هدف ليه مع فيورنتينا الإيطالي، هدف داخل في أتلانتا. ده جواي فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد. ده نوكلس بيبي لاعب الأرسنال، أول هدف ليه كان مع أستون فيلا، مع ضد أستون فيلا. وده رودريجو لاعب شاب لاعب ريال مدريد، هدف ده كان في أوساسونا في الدوري الأسباني. رودريجو لاعب السيتي، وده كاترون لاعب فيورنتينا. وده هالاند طبعا لاعب تشاب لاعب بروسيا دورتموند، لاعب ده هيبقى اسطورة في الايام الجاية. ودي هالاند تاني في أول مباراة ليه جاب هدف هنا. لعيب لعيب بصراحة، ده لوزانو لعب نابولي، كان أول هدف ليه مع نابولي في اليوفي. ده دروسي لما راح باكا جونيورز. ده لورينتي لما راح من توتنهام لنابولي، كان اول هدف ليه في دوري الابطال ضد ليفربول.
لوكاكو طبعا اول هدف ليه مع الانتر ميلان. ده جريزمان اول مباراه ليه جاب اول ما جاب في اهداف مع برشلونه جاب هدفين مره واحده بس كان بيتفرج عليهم المدرجات.